أستاذ طلال، شكرا جزيلا على سؤالك المهم بخصوص المهتمين بنطق اللغة الفرنسية النطق الصحيح. ده سؤال مهم جدا. السؤال بيقول: هل كل حروف الـ R أو الـ R in French نطقها غ؟ ردي على السؤال ده إنه لا، مش كل حرف R in French أو R in French ياخد صوت غ غ. لا، الحرف ده له صوتين مختلفين. فالحرف ده اللي هو الـ R، حرف الـ R in French له صوتين، يا إما R زي كلمة أغبغ شجرة أغبغ، أو بياخد صوت خ زي كلمة ماكرون الرئيس الفرنسي ماكرون. عندي حرف الـ R. هل قلت ماكرون؟ لا، حتى صعبة في النطق. وهنا يظهر السبب لتباعد المخرج بتاع الحرف اللي قبل اللي يسبق الآغ، لتباعد المخرج أو لصعوبة أنه آغ يطلع آغ، هنا بياخد المخرج اللي يلي. والله لو أنا لسه فاكرة غين همزة غين بعد كذا خاها، أعتقد المهم لتباعد المخرج. عندي كلمة مثلا فخاغ فخا، أنا قلت فخا بعد كده غ، قلت فخاغ فخاغ، ما قلتش فغاغ فغاغ، غلط. تمام، هي فخا فخا الأولى خ والثانية غ، فخاغ فخاغ. فبعض الحروف التي تسبق حرف الآغ بتحولها الخ، غير كذا بتفضل بالنطق الأصلي بالصوت الأصلي بتاعها آغ وبس كده.